إيه أنواع درجات السفر في شركات الطيران؟ في درجة سياحية، في درجة سياحية أو اقتصادية مميزة، وفي درجة رجال الأعمال، وفيها الدرجة الأولى. معظم الشركات المصرية بتقدم درجة رجال أعمال ودرجة اقتصادية، ولكن على مستوى أوروبا وأمريكا والفار إيست والميدل إيست والجلف إريا بشكل عام، بنجد كثير من شركات الطيران عليها درجة أولى ودرجة رجال أعمال، وكمان في درجة اقتصادية مميزة بالإضافة للدرجة السياحية اللي بتقدمها جميع شركات الطيران في العالم. طيب نتكلم عن درجة رجال الأعمال اللي بتقدمها مثلا مصر للطيران. بتتوفر الدرجة دي اللي اسمها الدرجة التجارية كتير من الشركات، وما بتقدمش مقابل ذلك الدرجة الأولى. الخدمات بشكل عام لدرجة رجال الأعمال، أكيد المقعد مريح جدا وبيحتوي على أدوات من الرفاهية سمعية وبصرية اللي بتسمى أوديو فيديو سيستم، وبيبقى فيه مزايا في الكابينة وخصوصية للمقعد، وبيتحول لهيئة سرير تقدر تنام عليه أثناء الرحلة، بيفرد وبيطوى. طبعا بالنسبة للأمتعة بيقدم أعلى وزن مسموح به، بيقدم قطعتين وزن القطعة حتى 32 كيلو، وأبعاد الشنطة حتى 158 سنتي، يعني الراكب بياخد 64 كيلو وزن مسموح به زائد 2 هانديباج أو هانديباج وحقيبة تانية فيها بيرسونال آيتمز. كمان بالنسبة لتغيير التذكرة، بتتيح معظم الشركات تغيير التذكرة مجانا، ولو عايزين نلغي التذكرة ممكن يتم إلغائها مجانا أو مقابل رسوم إضافية بتفرضها شركة الطيران. بالنسبة طبعا للوجبات مميزة جدا، وبيعملها شيفات وطهاة بمستوى وستاندر عالمي من حيث النكهة والطعم والريحة والشكل والمكونات والكمية وطريقة التقديم والسيرفيس وأدوات الخدمة، بالإضافة لما معها من مشروبات سخنة وبردة وخلافه. جميع ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على فكرة بتقدم لهم بطاقات دعوة مجانية لدخول اللاونج اللي هي قاعة الاستضافة عند السفر، بالإضافة لمزايا كتيرة جدا عند السفر والوصول، منها إن ليك الحرية كرجل أعمال أو راكب درجة أولى إنك تطلع أول واحد على الطيارة بعد ذوي الاحتياجات والركاب اللي محتاجين خدمة خاصة الذين يسمون بالإنكاباسيتيتد باسنجرز زي الويلتشيرز والمرضى وخلافه. كمان ليك أولوية في ان انت تنزل من الطيارة انت وحقيبتك اللي موجودة في المخزن، وتنهي اجراءات الجوازات والوصول قبل جميع السادة الركاب وكذلك استلام الحقيبة. وطبعا في أولوية لتحميل حقائبك والاهتمام بيها، وأيضا الاهتمام بيك وبطلباتك على شركة الطيران، مع وجود غالبا ممثل للعلاقات العامة لخدمتك ورعايتك ومتابعة الأداء معك. طبعا مش محتاجين نقول ان الدرجة الاولى هي اغلى درجة سفر في اي شركة طيران، وان تذكرة الدرجة الاولى ممكن تكون على الاقل 4 أضعاف سعر درجة السفر السياحية. وطبعا بيبقى فيه خصوصية كبيرة جدا وشبه كباين مستقلة لمقاعد الدرجة الاولى، ونادر لما بنلاقي طيارة عليها أكتر من 16 مقعد درجة أولى.
وبالنسبة لخدمة الأمتعة، الأمتعة الوزن المسموح به طبعا بيشمل تكلفة تذكرة الدرجة الاقتصادي المميزة دي، وبتبقى غالبا حقيبة واحدة للشحن أو حقيبتين حسب سعر التذكرة، وبتتغير التذكرة في بعض الشركات للدرجة الاقتصادية المميزة مجانا أو بيفرض بعض الرسوم الإضافية. وكمان وإحنا بنغير التذكرة بيتم إضافة رسوم إضافية على الوجبات. إلغاء التذكرة غالبا بيكون مقابل رسوم إضافية، أما وجبات الطعام بتبقى بعض الشركات بتوفر وجبات خفيفة، وبعض الشركات على الدرجة دي بتفرض رسوم إضافية على الوجبات. أما بشكل عام الدرجة الاقتصادية اللي هي السياحية، فدي بتوفرها جميع شركات الطيران حول العالم، وبتنقسم لعدة فئات سعرية، وكل فئة سعرية بيبقى ليها مميزات. هي بتسمى الإيكونومي كلاس أو الواي كلاس، وساعات بتبقى بدون وزن زايد التذكرة، أو بقطعة واحدة 23 كيلو أو بقطعتين، وساعات التذكرة بتبقى بوجبة أو بدون. وطبعا ما بيسمحش بإلغاء التذكرة، وعند تعديل قيمة تعديل التذكرة بيدفع رسوم إضافية غالبا بتكون كبيرة، خصوصا لما بيكون الحجز تم بدري وبتذكرة منخفضة جدا في سعرها، ثم فجأة وقبل الرحلة بساعات أو أيام بنطلب من الشركة تعديل التذكرة. هنا بندفع فرق كبير إلى حد كبير جدا غير متوقع في سعر التذكرة اللي اشتريناها بسعر رخيص سابقا. وزي ما احنا شايفين أنا بعيد لحضراتكم مرة تانية الأسئلة وأجوبتها، لأن دي هي أهم وأكتر أسئلة بيسألها المتابعين والمهتمين بموضوع الحلقة، اللي هو المقاعد المتميزة على الطيارة، درجات السفر والفرق بينها. وطبعا الأمر ده بيهمنا كلنا، وأرجو أن تكون الحلقة مفيدة علميا وبسيطة وكانت خفيفة كده. ولو في أسئلة أو استفسارات يسعدني ان احنا نجاوب لحضراتكم على اسئلتكم، ومن فضلكم لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش دعم القناة باللايك والشير والسبسكريبشن. شكرا ليكم ورحلات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.